اكتب انك يا من بتد يا هي وين ما يممت واثر ما انت ورايه فطر يقول انت قدامي هاشوف انه علي واجب لي يا مريتكم سلمت مرور كرامي اربطها الكرامة عند الكرامي احسب انك يا من بتد يا هي وين ما يممت واثر ما انت ورايه فطر يقول انت قدامي هاشوف انه علي واجب لي يا مريتكم سلمت مرور كرامي اربطها الكرامة عند الكرامي احسب ان عنج على صاحب انسنه من اخواني اجل دربه اليوم من ضاقة دروبي خليك يا مرحبا سلام مساكم جميع هذا الحين لو شيء قلها يطاح تشك 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 طبعا تخشخ عندنا حلو الموتر 10 مرات انا السواق ابو عقاب مرحبا مرحبا ابو سالم مرحبا الله يبقيك مشوار قريب ان شاء الله انها راح يجوز لكم باذن الله فعاليات حلوه جذابه كفوف تصير ترى حاقد عليك مغرب اخي هذا كفوف عقب العشاء ها؟ لا حد يسكن بس انا لنا السكن مغرب وفي بطن الرياض مشغلي خالد ابريك نايما نايما يا ابو نايم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير نايما اي والله اني تكفى اني والله فيني عيون عيون؟ اي قديم كلنا فينا عيون يا ابو تفهمني؟ لا انا اكمل سوالفي بتفهمني؟ بيفهمك ابو قابه افسر لها ها؟ خلاص بس انا فيني عيون وهي بذي حد عايني على ويش؟ على المسواك؟ على حلو يا قاب حلو اذا تجلسون كذا رجعوا البيت نايما نايما يا ابو نايم الحين تاكدت اني ما انا وفق العب 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 الحين تأكدت اني ما انا وفق العب 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 ما يعرف شوف يا ربع عاش ابو نادي عاش ابو نادي شو كان سوبر مع خطوط متعرضة سواقه غشيم ولد 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 ابو عقاب شوف ولد ابو عقاب خوال عادي سامر شوف ولد 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 ابو ناجي لا يوقف يا ابو ناجي لا يوقف روح ولد ها ها ولد ولد غدا طبلون غدا طبلون العب العب والولد ها ها اسبح اسبح اي سباحي كذا سلم مغير ابو ناجي انجال عاط الدلة والله انت طيه والله انت طيه والله انت طيه يا الله مرحبا يا ضيع ها؟ مرحبا يا ضيع قال لك وش؟ ايش قال لك صراحة؟ ها؟ أنا قايل لك بعض المرات إني أحاول إنك ما تحكي مرحبا يا ضيع
حملت كف على انجال عاط الدل واقف هنا عند بار كافنيو. طبعا معي اليمين حسين الوالدي ارحب يا ابو نادي. الله يبقيك طال عمرك. مرحبا لك. الله يبقيك. وانت وين وقف تقول؟ وقف بي هناك عند الباب عند الفي اي بي. وانزل واخليه يفتح لك الباب. لا لا انزل افتح لي. تخشي تقول لي تخشي تخشي طال عمرك تخشي طال. خلاص مسموح. ابي اوقف انت احاول اذا في احد بفتح لي بفتح لي وتسكر الباب. تم خلاص يرضيك اني اسكر الباب؟ بس تم. بس تبي شيء ثاني؟ تسلم. شكرا لك. واقف هنا عند بعض. والله ما حد قدك حسين وايلي. والله ما حد قدك. تمشى مع موثق السناب شوف كيف يمشي. ورني مشيت اللي ما هو موثق. سبيكة. انا جايب له نجمه بس بتحسن اسلوبك. ضبطنا يا ولدي. جبت له نجمه. مشاهداتي وايد اللي مشترك مشتركات. حسين مشت... اعطيه نجمتك. لا 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 والله مرتبطه نجمتي. مرتبطه؟ نعم. الله يقنك بركتها. والله ما حد قدك حسين وايلي. والله ما حد قدك. تمشى مع موثق السناب شوف كيف يمشي. ورني مشيت اللي ما هو موثق. سبيكة. انا جايب له نجمه بس بتحسن اسلوبك. تكفى ضبطنا يا ولدي. جبت له نجمه. مشاهداتي وايد. حسين يشوفونه هنا. اي بتصور حسين الحين اصور الرجال. والله تفضل. ما ودي ابدا بس تاخر كاميرا تنصيحه على وجه. اعطيك نصيحه. تعال هنا. لو يعطيك 500 ريال لا تصور. نصيحه لا. نعم لا والله بصور. كيف بصور؟ كيف كيف هذا كلام موثق يا قليل الادب. يا قليل الحياه. يا قليل الادب. حسين يشوفونه هنا. مساكم الله بالخير. خاطر اليوم ابث لكم انا لابس بلوفر. اسمه بلوفر؟ بلوفر اسمه. دقيقة اطق امه ابتشيكم. امسكم شكوك وتراه العقال والثوب حطها في الكيس. امسكم شكوك. الله يفضحك. ملل ازوجك حرامي. مشينا مشينا. والله العظيم انا ام طالبينك. من اللي طالبك؟ والله قال جبه بجعفول شيبان. اقسم بجرك الجبه. ما اقدر يا نواف ما اقدر. شوف احنا برجع برجع بعد الساعه 10 يا نواف. نواف والله انت تبغى تعطي سعودي ما ادري. لا انا حقين البدلات شي شي يشربون هوت شوكليت. هوت شوكليت بليز جيف مي هوت شوكليت. والله جو 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 سبيرسو سبيرسو وش تمام هوت شوكليت اسبريسو. هوت شوكليت ويد اسبريسو. تسمونا وقفنا؟ لا ما ردنا شيء. ما وقفنا تعالوا بس نوقف. الحقوق عشان الحين تصير احلى بله. يلا حياكم بس نوقف. الرب ناس تنسى جوال تنسى شاحن تنسى جواز. نواف رايح ابن ناسي طبخ. مو منك من خشمك الكبير. خشمك ما اخذ. ابقى ابو مرح. اهلا اهلا. والله ومسك. مرحبا. والله حي حي الله من جاء. والله اللي مرحبا. يا والله نور. ترى والله انا جايك من مسعود ما شاء الله. ايه انا مسعود ما نسعى وجينا نعزم على انت عند اخيكم. مرحبا ومسك. ابي براسي مريجي. الكلب قريب مني. والله قريب مني يا ابو عقاب. انت في عندكم؟ لا البيت قريب. لا والله ما بيكم بعيد. لا والله قريب قرط بعد. ارحب وجال. ارحب والله اشهد. جاني والله الداك. جاني والله خبر الداك. جاني والله طبي. اي والله. وش قلت البث البارحه الحلو؟ طالع بغيت ادعمك البارحه. وش الدعم هذا اللي الساعه مجيب من وجهك؟ بغيت ادعمك بس بالنسبه لدعمك خلاني ما عندي فلوس. أنت خابر لو أنت من لا ما أدعم إلا ابن عمي. حلو الرس. ابن عمك ونوح عقاب. نوح عقاب وش مضارك فيها مسعود؟ يوم نعمة من الله. لما الله عطك إيانا نعمة. ولد لو تيجي مغرد كبس كأنك معطيني 10 سود. تعال تكبس بسبب تراني مرة كبستك رب الكعبة. والله السلام عليكم. قول ارحب. ارحب. ايش اسمك؟ شو اسمك؟ حسين الوايلي. وابوك انت شو اسمك؟
قول حسين الوايلي. قول انا ناجي حسين الوايلي. ناجي الله يخليه لك ان شاء الله. امين وياك يا ابو حي. والله الولد اللي ما اللي الله يطول يقدم اسمه ابوه قبل اسمه. هذا ما يقدم اسمه على اسمه بيه. يعطي اسمه بيه. هذا اسمه حي والله الراس معلم على العلوم كايدة. عندك شيخ ليه؟ وش قلت انا؟ حي والله اللي قدم وايد اسمه ابيه على اسمه. مسعود رجل حقدر عليك يا مسعود عينك ولد ودي اخذ لك لا احنا مجوع يبين لك انه هادي وخاطره مسرور وهو احنا لنا ساعة ننتظر ان رجال يجي ما يصير هاي ابو سالم اقسم لا اسمع التأخير ليه يا أبو؟ بس أمانة ما كان التأخير يستاهل. ألا أنت الوجه ما تغير أبو؟ الوجه ما يتغير. بس شعري. ألا ما شاء الله. لوك. مسواك. كان إيش؟ هو صادق. شام شام ولا راك؟ مسواك. مسواك بشام ولا راك؟ نزل من بدري وجاء. يا ما راح. تحس؟ هلا والله كيفها؟ شلونك؟ طيب. عطى عطى التلف. هذا بس معداني واقع. ها؟ العب يا ابو حسين. البقى يا ابو مرحبا. مرحبا ومسهلا في ذمتي. الله يطول عمرك يا ابو عقاب. عطني الدلة، عطني الدلة. اسمع اسمع. اسمع قال مجلسك مدهال الاجواد يا سمع البقى تكرم الضيفان ويحلها حلا. ما عليك زود وش شافك؟ ما عليك زود. هذا مالكم وزاره، مجلس حلو. مجلس شنو؟ كيف؟ حلو. كيف مجلسك حلو؟ قم 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 عود. لا صح صح انا نسيت الكرسي. نسيت نسيت. اي ابوي جاء. صوت. جاء. كرمت السلام عليكم. سعد الله مجاك. عزومين على عشاء انا والوالد ورياح. اكتشفت ان العقال مسروق. السلام عليكم. اخلص اخلص اخلص. ليش ما ليش ليه ما خلينا ما انت فاضي يعني عقالي مسروق وانت ما غيرت هاوش يلا ابو رياح ادخل بيني وبين ابوي لا خاكي انا ما تدخل انا اخوك ما وضع ابوك ما حق بس عندي مواعيد المواعيد اللي شريم اللي طلع دائما تاخرنا وداي هاي صراخ لا يا مرحبا الإعلامية اللي أنا أحبه الله يطول عمرك هو شوي بندر حجاج أحد وحنا اللي نحبك نوار وسبعنا طيب راس يكفي تربية هالوالد جعل عمر خلا منك هذه بس تكفيك طيب يعني والله غير النجومية وغير طال عمرك القبول لله يعني والله ما دوب تستاهل طال عمرك بيض الله وجهك على كل شيء قدمته النوار الله يطول يعلم الله اللي نقدم النواف واجب علينا يعني والله تراك أنت ما أنت المطير ولا القبيلة ولا جهم أنت للجميع أنا راسي لا الطيب الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك أنا الله يهنيك وكثر خيرك الله يحييك وكثر خيرك مرحبا 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 ومسهلا خويا مقدم ابشر سعد المقدم احتزم شوفوا كيف الطيب يا ولد يلا حيا ايوه دائما متعود على وضع قبوش اليوم تكان شوف على العود معنا ادال منا انا منمخ لك عود لا شوف
يا ويلك ويل انت بالله عين قلبي. شفت المقطع اللي قبل شوي انت مصوره؟ تبغى يعطي الجو بخيزر؟ مرحبا يا عبد الله استاذ فالح الفالح اخوي الكبير وصديقك. جعني والله قبلك وفداك يا حبيلك والله. انا احبك واقدرك. انا اكثر بس صديقك انت وابوك. لا انا الحال انا وياك ابوي خلنا بنطلع من السالفه شوي بس. بحط لكم سناب يا حبيبي اسعد الساعه اللي يقدرني يروح الرجاله يا حبيبي. ترى عنده امور عنده عروض يسنعكم. انت ما تبي كود خصم؟ كل اليوم يطلبون مني كود خصم. وش الكود خصم؟ على اعطيك خصم 60% و30% على المنتجات. على منتجات اليومين؟ والله اي والله كود خصم الحين اطلع لك اياه. تم استاهلوا. بس لك الرابط حق المنتج ايش اسمه حجز المركزي في تابي وفي تمارا وتقسيط كل شيء مره ترفيه مفاتح الدنيا مره بيض وجهك ويستاهلون. والرجل ذا ترى كريم يا رب. ولا لها ايه بعد الله يحييهم اللي بيجي مصنع لها. انا بحط لكم سناب الرجل ذا استفيدوا منه. طبعا يعني يا جماعه الخير هذا فالح الفالح الكره علينا الله يا حبيبي والله ان شاء الله يشوفون شيء جميل الفتره القادمه باذن الله. الان حيوان راسك يا ابو عبد الله. اي والله جعل ايام بعطيك بعطيك الرابط حق المتجر والكود اللي كنت بس يختلف الكود الاول عن الكود الثاني لان عشان اكواد متغيره. تم يعني هذه الاشياء اللي هات المنتجع وهذه للرياضه نسنعها ونضبطها يستاهلوا. بيض الله وجهك يا ابو عبد الله يا حبيبي. بيض الشعر في ذمتك. وش دخلنا علينا قلطن علينا ببدره ما تسعر وجهك؟ لا بروح مستكمل كمل مش تعال. لا والله العظيم واضح انه بيشعبوه جاي من الكهف بدله بس طالع حلو والله. سويها لا والله لا والله ما تعرف ايش تقول. ايش تقول؟ ركيني معلق سيزا سود واسود. الله الله عطني والله نجاك هديه وابوي واخوي الله اعطاك اياهم وموترك وموترك ايه وخل بدلتي لي ودني الاستوديو بس هذا تكفى نور. تعال 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 تكفى نور. تعال شراس ايش تقول؟ ايش تقول؟ مرحبا ابو سالم مرحبا ما شاء الله. والله ما كان ودي اقول لك كذا لكن مسعود وشعبوه من السعوديه لابس من بدله وقلطن علينا. هلا والله كيف الحال؟ افا افا يا ابو سالم افا فضحنا يا ريت. يا جماعه الخير هذا الفالح للرياضة كود الخصم مدة أسبوع 10%. بحط لكم الرابط ارفعوا الشاشة فوق وتماكن أول وقت الخصم 10%. بسم الله وطفينا البث اللي قبل شوي بثينا عشان مسعود جافانت جمعنا اغراضنا ويلا نركض بسرعه ابي نمشي للبن يوم قربنا موتر مسعود بننزل وتذكر ناس الطباخ في البيت. انا مسعود ها تقول سجل من جواز سجل من شنطه انا ناسي العادي بكبره سجل ولا سجل من الطباخ دق دري يقول تكفى برقت برقت مشينا مشينا خلينا سلم يا ابن عمي ابشر بسعادتك والله ضحي شديد مع ابو نياف اضحك ناس رقع مسعود وشعبو على طقم هذا خليه يسوق الواي بيمسكونه ما اقدر معك بس ما اقدر والله لازم احط طقم كذا تسوق الواي لين نوصل ها والله انك مرخوص الله يبيضك عامر تدلل ما عندي الا انت